عندما أصبح الدوري الإسباني 20 يضم 20 فريق، كان سيكون نادي برشلونة هو الفريق الوحيد الحصول على ليغا بلا خسارة. كرة تلعب الأمام يا خالد الهاجري، يسجل بوليد، يسجل لنادي السويق ليؤكد أن الأمور متجهة في الطريق السليم. هدف أول يأتي لصالح نادي السويق. القلعة الصفراء تسيطر على أجواء الدوري العماني بجنود تعلم ما يجب فعله في أرضية الملعب. شوف 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 على هذه اللقطة، على هذه اللقطة بعد التسجيل تلقائيا لاتجاه أولا والوحيد، الاتجاه الوحيد للأب الروحي. يا أخي لا تطلع، يا أخي لا تطلع، ما تدري تعلق على إعادة الهدف ولا تعلق على شخص يتعلق به الجميع، كان هو مربط الفرس لكل